تعرفي انه ابوكي واخوكي خاينين؟ ايه لا تستبعدي ابدا. لما انا بدي اجي عمم واقول كل الرجال كذابين وخاينين، معناتها انا لازم اقبل انه هذا الشيء بيتضمن ابي واخي وكل الرجال، فقديش في هذا الكلام اجحاف بحق جميع الرجال. خليني اقول لك شيء كثير مهم، كل فكره نحن متعلق فيها، نحن مو بس نتعلق بالاشخاص، على فكره في تعلق بالافكار. هي الفكره اذا كبرت براسي بتعمر بيت، هذا البيت اللي أنا عمرته رح يهدم البيت اللي بدي عمره بالمستقبل، لأنه ببني على الخوف والشك بالرجل بجميع الحالات والأحوال. فبدي منك تبطلي تعممي هاي الصفات، وبطلي تتوقعي الأسوأ، لأنه أنت هون لما بتكون أفكارك كلها هيك رح تجذبي الرجال الخاينين والكذابين، رح يلاقوكي هيك ببساطة وبسهولة، لأنه أنت بداخلك بتأكدي أنه كل الرجال خاينين وكذابين. فبدي منك تبطلي هذا الشك، تبطلي الخوف من شيء ما صار لسه. وبدي اقول لك ما في احصائيه بتاكد انه جميع الرجال خاينين، لانه لو في احصائيه كان على الاقل كل واحد حكى انا خاين انا كذاب، واكيد ما حدا رح يقول انا خاين وانا كذاب، فبالتالي ما في احصائيه. فطمني وريحي راسك واسترخي وابتسمي وتوقعي الافضل.